صباحكم الخير. اليوم الخميس 14 أدار مارس، يوم القمر مرافقنا بعده لليوم الثاني على التوالي القمر من برج الجوزاء حتى منتصف الليل بتوقيت بيروت، بينتقل من بعدها لبرج السرطان. كيف رح بيكون نهارنا؟ البداية مع برج الحمل. مولود برج الحمل هيدا نهار يمكن تقدم فيه على أكثر من عمل أو أكثر من مبادرة، لأنك متنشط يعني وسريع بشغلك بعملك، عندك سرعة خاطر وسرعة تصرف. ونصيحة، إذا في أمور مهمة بعد لازم تشتغلها بهذا الأسبوع